اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على جميع فضله، نحمده سبحانه وتعالى على كريم نعمه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأتباعه وكل من اتبع سنته واقتفى أثره. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يوشك شهر رمضان أن ينقضي، وتوشك هذه الليالي المباركات العظيمات على الانتهاء. هذه الأيام التي سماها الله سبحانه وتعالى أيام معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هي أيام معدودات، ولكن فضلها وعظيم أجرها عند الله عز وجل لا يعد ولا يحصى. أيام المعدودات فسرعان ما تنقضي، وسرعان ما تمر، فهي كالبرق الخاطف الذي يسرع في مروره. ليالي الوصال لو تباع اشتريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى، ولكنها مرت كأحلام نائم، فيا ليتها عادت لنا مرة أخرى. ولذلك كان الصحابة لشدة معرفتهم بالله عز وجل يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل أعمالهم الصالحات التي فعلوها في شهر رمضان المعظم، كما كانوا أيضا يسألونه سبحانه 6 أشهر الأخرى أن يوفقهم الله عز وجل وأن يستعملهم في طاعته في شهر رمضان المقبل. فنسألك يا الله يا كريم ما سألك به صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من فضل شهر رمضان المعظم أن لله عز وجل في كل يوم وليلة، وورد أيضا عند الإفطار عتقاء من النار. ورد هذا اللفظ أو لفظ العتق من النار تارة بالتحديد وتارة بالإطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث 1000 عتيق من النار لله عز وجل في كل يوم وليلة، 1000 عتيق من النار. وورد هكذا على الإطلاق لله عز وجل في كل يوم وليلة من أيام رمضان المعظم عتقاء من النار. المهم أن لله عز وجل في هذه الأيام المباركات فضل وعطاء، فما هو دور المؤمن أو ما هو تعرض المؤمن لهذه النفحة المباركة الميمونة؟
يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لربكم في بقية دهركم نفحات، لعل دعوة فتعرضوا لها، لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في بقية دهركم نفحات، عطاءات، تجليات، تكريمات، هديات يهديها الله عز وجل لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعرضوا لها. لعل دعوة شيء بسيط، شيء يسير، تعبر به أيها المؤمن أنك تريد أن تنال فضل الله تبارك وتعالى. هذا التعرض بأي شيء، ولو بشيء صغير وشيء لا يحتاج إلى تكلفة، لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذه الأيام المعدودات كما أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، لله عز وجل أسماء من صنف الناس استوجبوا النار، أسماء استوجبت النار يعتقها الله تبارك وتعالى في هذه الليالي والأيام المباركة. فيا ترى أيها المؤمن، هل تريد أن تتعرض لهذه النفحة؟ هل تريد أن يكتب اسمك في العتقاء؟ هل تريد أن تنادى غدا كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي سيدنا أبا بكر: أنت عتيق الله من النار؟ هل تريد أن ينادى غدا بين يدي الله عز وجل: يا فلان أنت عتيق من النار؟ نعم، كل مؤمن وكل مسلم يتمنى ويرجو ذلك، فما السبيل يا ترى إلى ذلك؟ أرشدنا إلى ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة عتقاء من النار، يعني ذلك في رمضان، وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم كذلك، وإن لكل مسلم في يوم رمضان دعوة مستجابة. لاحظ كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عطاء الله عز وجل وهو العتق من النار، وبين عطاء آخر وهو دعوة مستجابة لكل مسلم. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نستثمر وأن ندخر هذه الدعوة المستجابة في شيء باق، في شيء يكون لك أيها المسلم ذخرا عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قرأ أعرابي هذه الآية فقال: من شدة وجده ومن شدة تعمق فكره في كلام الله عز وجل وفي فضله سبحانه وتعالى، فعبر عن ذلك الوجد قائلا: والله لو أراد أن يوقعكم فيها ما أخرجكم منها. فعند ذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خذوها من غير فقيه، خذوها من غير فقيه. فإذا هذه الدعوة المستجابة التي ينبغي على المسلم أن يستثمرها في شيء باق، أعظم شيء يدخره المسلم عند الله هو أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقبته من النار،
يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى عمل بسيط. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك الله الذي لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله عز وجل ربعه من النار، ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله عز وجل نصفه من النار، ومن قالها ثلاث مرات أعتق الله عز وجل ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله عز وجل من النار. قال بعض شراح الحديث أن هذه الكلمات تشمل 360 حرفا، وعضو وأعضاء الإنسان هي أيضا 360 حرفا، وأعضاء الإنسان هي 360 حرفا. وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يقول لنا أن كل حرف من هذه الكلمات المباركات هو يعتق عضوا من أعضائك أيها المسلم، هو يعتق عضوا من أعضائك أيها المسلم. فانظر إلى هذا الفضل البسيط، وانظر إلى هذا العطاء الكبير، فهو باب يحتاجه المذنب ويحتاجه المسرف على نفسه. وكيف بنا وقد انغمسنا في الذنوب واغتسلنا بالذنوب ليل نهار، فما يسعنا إلا أن نتعرض إلى نفحة الله سبحانه وتعالى، ونتعرض إلى هذا العطاء العظيم، لعل الله عز وجل أن يكتب أسماءنا، فنسأله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من هذا الشهر المبارك الفضيل إلا وقد كتب أسماءنا في صحائف العتقاء تفضلاً منه ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب حينا سعدا وأمتنا شهدا، ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى، يا من لا مثل له في الذات والصفات، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي.